السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بذرة فشتلة ثم مجموعة خضر وأوراق بعدها زهرة فثمرة وحصاد. كل هذا فقط في وعاء زرع في بلكونة البيت. أنتم تشاهدون بذرة أجمل قناة زراعية ناطقة باللغة العربية فمرحبا بكم. نرحب بكم من جديد. أخي المزارع أختي المزارعة وأقصد بطبيعة الحال المبتدئين هل تعلم أنه بإمكانك شراء الطماطم من السوق وأن تفتحها بالسكين وتستخرج منها البذور أو أن تضع الطماطم بالطريقة التي تشاهد مباشرة فوق التربة إذاً هذه طريقة ناجحة ومجربة مئة في المئة يمكنك استخراج البذور وزراعتها إذا لم تعجبك هذه الطريقة بعد ذلك نغطيها بتربه خفيفه، بعد ذلك نغطيها بطبقة خفيفة من التربة، نعم منذ إنشاء قناة بذرة راهنا على تسهيل الزراعة في البيوت، فجزاكم الله خيرا ازرعوا في بيوتكم فالزراعة سهلة، ولنجاح الزراعة نركز على موعد الزراعة وأفضل وقت هو بداية من شهر واحد وطيلة فصل الربيع. نزرع الطماطم كذلك في العروة الشتوية أي أشهر 9 و وعشرة بعد الانتهاء نروي بالماء ونحتفظ بالأوعية في مكان نصف ظل أو مكان قوي الإضاءة بدون أن تصله شمس مباشرة نرطب التربة بشكل يومي حتى لا تتعرض للجفاف بعد خمسة أيام أنبتت البذور وفي كل وعاء ظهرت تقريبا أربع شتلات صغيرة نتركها دائما في الظل ولا نعرضها للشمس إلا بعد ظهور الأوراق الحقيقية حينها نعرضها للشمس ونضيف سماد عضوي سواء كومبوست نباتي أو أي سماد حيواني وهنا وبعد عشرة أيام أصبحت نبتتنا بهذا الشكل ما شاء الله كما لاحظتم إحصفت بشتلة واحدة فقط في كل وعاء. إذا تركت الشتلات كاملة في نفس الوعاء فيمكنك تفريدها وتقسيمها وذلك باستخراج النبتة من الأصيص ونقل كل شتلة لوعاء خاص بها. الآن أصدقائي وبعد 15 يوما يتوجب علينا نقل الشتلة لوعاء أكبر لأن جذورها تحتاج الآن لمساحة أكبر. وعاء 50 سنتيمتر فاكثر جد مناسب لزراعه الطماطم في المنزل نستعمل خليط تربه مناسب نستخرج الشتله من الوعاء وكما قلت جذورها اصبحت طويله ومتشابكه نضع الشتله في الوعاء ونروي مباشره في الماء قلنا بداية الحلقة أننا سنزرع في البلكونة والشرط هنا أن نضع الوعاء في مكان تصله شمس مباشرة على الأقل ستة ساعات في اليوم ننظم الري وننتبه لمشاكل وآفات الطماطم وأهمها الذبابة البيضاء بعد ثلاثة أسابيع من نقل الشتلة للوعاء الكبير نضع دفعة أخرى من السماد العضوي بعد ذلك ستظهر هذه الازهار الصفراء الجميله وهي ذاتيه التلقيح بنسبه كبيره لذلك لا تحمل هم التلقيح وبعدها سيتم العقد وستظهر ثمار الطماطم الجميله كل هذا فقط في البلكونه فهل فكرت يوما في زراعه الطماطم في بيتك اكتب جوابك في تعليق اتمنى لكم دوام الصحه والعافيه كان معكم اخوكم توفيق دمتم بخير الى اللقاء